كب كيك البطاطا هنعملها ازاي؟ محتاجين كوبايه من البطاطا مهروسه مسلوقه او مشويه ومهروسه ومتقشره، كوبايه من دقيق الشوفان، هاتوا الدقيق الشوفان واطحنوه بالكبه لو ما لقيتوش دقيق الشوفان واطحنوه خالص، احنا هنا طحنينه خالص ناعم يعني، نص كوبايه من دقيق الذره الاصفر ومعلقتين من البيكنج باودر الصغيره، معلقتين صغيرين، معلقه صغيره من البيكنج سودا، معلقه صغيره من عصير الليمون، ربع معلقه صغيره من الملح، تلت كوبايه من اللبن خالي الدسم، معلقه صغيره من زيت جوز الهند، رشه من الفلفل الاسود، معلقه كبيره من الزعتر المفروم او المجفف حسب اللي موجود عندكم، ومعلقتين كبار من البقدونس المفروم. هنعمل ايه؟ بسم الله. ادي البطاطا ومعاها الحليب، عصير الليمون، زيت جوز الهند، موجود في السوبر ماركت يا جماعة زيت جوز الهند، المقادير الجافة على بعض، دقيق الشوفان مع دقيق الذرة الأصفر مع الملح مع البيكنج سودا اللي هي بيكربوناته مع البيكنج باودر، واحط هنا مع البطاطا وزيت جوز الهند واللبن الزعتر، واحط البقدونس واقلب كويس قوي، مش عايزه اي تكتلات اهو، ومن غير عجان ومن غير مضرب ومن غير حاجه خالص. بعد ما تعملوا الكب كيكس او المافنز وتخبزوهم، كيسوهم واحده بوحدتها في اكياس ثلاجه واربطوا الكيس وشيروهم في الفريزر، تقدروا بعد كده تطلعوهم للاستخدام على طول، يفكوا 10 دقايق وتحطوهم في اللانش بوكس ويستخدموهم الولاد على طول، سواء بقى في التمرين في النادي في ايا كان زي ما انتوا عايزين. تمام، هبتدي كده اخلط، والخليط ده بالنسبه لي ماسك شويه زياده، فاعمل ايه؟ معلقه ميه، او لو لسه عندي لبن هحط معلقه لبن، وبرده ده مرة تانية عادي لأن السائل اللي جوه البطاطا بيختلف ونوع الدقيق بيختلف، وآدي معلقة كمان، فما فيش أي مشكلة إن احنا نزود أو ننقص، المهم إن احنا عارفين القوام اللي احنا عايزين نوصل له. نلف الدنيا كده كلها مع بعضها، وأنا بالنسبة لي كده القوام مظبوط جدا، يبقى معلقتين المية دول زبطولي الإيه؟ الدنيا. البطاطا لو مسلوقة ما بتحتاجش المعلقتين دول، لكن دي عشان مشوية فما فيهاش خالص سائل، وده شيء طبيعي. اعمل كده بس خلاص، اتأكد ان كله من تحت مختلط، اجيب ايس كريم سكوب واجيب الصينية بتاعتي. نعم يا فندم امرني. يا نهار ابيض، انا مقدرش ازعل منك ابدا، انت كلامك اوامر، انت المخرج بتاعنا، ولا صوت يعلو فوق صوت المخرج، انت عارف ده كويس جدا. هنحط الكب كيك كده